أعلن مجلس القضاء الأعلى إطلاق مشروع عقد الزواج الإلكتروني في بغداد بمحكمتي استئناف الكرخ والرصافة الاتحادية، وأطلق العمل الفعلي به. بيان لمجلس القضاء أكد أنه وجه بتفعيل الحكومة الإلكترونية وأنشأ نظاما إلكترونيا للتقديم على عقود الزواج وإطلاق العمل به في محاكم الأحوال الشخصية التابعة للقضاء من بداية العام الحالي. وقدم البيان توضيحا عن كيفية التقديم على عقد الزواج الإلكتروني والخطوات المتبعة لملء الاستمارة وإتمام الفحص الطبي، ومن ثم تحديد الموعد للحضور أمام القاضي وإجراء عقد الزواج.